هل يجوز للحائض حضور الدروس الدينية وقراءة القرآن من الهاتف وحضور صلاة العيد؟ أحبائي في الله، هذا السؤال يتكرر ومع ذلك نجيبه حتى لو تكرر، وهو أنه الأحاديث التي منعت الحائض من دخول المسجد أحاديث لا تصح ولا تثبت، وعلي فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لتسمع درسا أو موعظة، ويجوز لها أن تشهد صلاة العيد ولا تصلي وتجلس بجانب النساء حتى لا تقطع الصفوف، ولها أن تقرأ القرآن من غير أن تحمل المصحف فتقرأ من الجهاز أو تقرأ من كتاب تفسير. فالمرأة الحائض لا تمنع من باقي العبادات، وإنما تمنع من الصلاة والصيام. هذا باختصار وتفصيله سبق.